في معركة القادسية التي وقعت بين المسلمين والفرس سنة 15 هجري، كان هاشم بن عتبة من ضمن جيش المسلمين، وكان جيش الفرس قد أحضروا أسداً مدرباً على القتال، أرادوا استخدامه لإرهاب المسلمين وكسر شوكتهم، ثم أطلقوا الأسد المتوحش في ساحة المعركة، فدب الرعب في قلوب المسلمين. وبينما كان الأسد يركض نحو المسلمين، برز هاشم بن عتبة من صفوف المسلمين وركض نحو الأسد دون خوف أو تردد. كان مشهد هاشم بن عتبة وهو يركض نحو الأسد الهائج مشهدا مذهلا، فقد أظهر هاشم بن عتبة شجاعة نادرة وقوة إيمان لا مثيل لها، وتصارع مع الأسد حتى قتله بعدة طعنات بسيفه ودحره عن ساحة المعركة وسط ذهول جنود الفرس وتكبير المسلمين. وقد أدى هذا الحدث البطولي إلى رفع معنويات المسلمين وزيادة ثقتهم في أنفسهم، وانتهت المعركة بتحقيق نصر ساحق للمسلمين، وضمت العراق وفارس إلى الخلافة الراشدة بعد تلك المعركة.